ما هلا حبيبتي منى، ليش متاخره للحين ونايمه الوقت متاخر؟ ما كيف تريديني انام وانت اليوم من الصبح طالعه وما اتصلتي فينا وحتى ما اطمنتي علينا وجهازك النقال كله مسكر؟ كان من الصبح الاجتماع مهم وتعرفين لما كنت بالمكتب اسك الموبايل لا يزعجني. منى حبيبتي بقول لك شغله، أبيك من اليوم رايح أنت وخوج أمين تقدروا ظروفي لأن عندي شوية اجتماعات في المكتب وخارج المكتب فربما أتأخر، يعني ما عليها ولا ما علي يومين. أمين صاحي؟ أمين تو وصل ودش غرفته وصك الباب على نفسه. يا حليلة حتصل فيني؟ إيه خالتي ما اتصلت. يا حليلة بس لو اتصل فيها الحين لا أكيد نايمة. إيش رأيك أروح لها بكرة؟ أزورها أحسن في البيت. طيب ما أنت بخير؟ ايه بخير حبيبتي، شوي تعبانة ابي ارتاح. طيب ما اوكي صباح الخير ما. ايه حبيبتي صبحين على خير. شو فيهم اليوم؟
ايوه سميرة، ايوه انا رايح البلد مثل ما خبرتك. لازم اوصل اليوم بسرعة قبل لا يسكر مكتب الوالي. ان شاء الله انا اول ما اوصل بتصل فيك عشان تطمني. اي ضروري ارجع اليوم. وانا بعد، مع السلامة. ألو، أنا عارفة إنك رايح البلد، بس بغيت أطمن عليك. بقولك خلي بالك على نفسك ولا تسرع في الشارع. ليش بعد؟ لأنه يهمني إنك توصل بالسلامة، ويهمني أكثر رجوعك بالسلامة. على العموم مشكورة على اهتمامك يا فوزية. إن شاء الله، مع السلامة. اشتريت بعد هذه الثانية. غسان؟ هي نعم، غسان بن سيف، سيف اللي راهن عندك بيته ومزرعته. سبحانه مغير الأحوال، من ذاك الأحمر إلى سيارة صالون جديدة. يا الدنيا اسمع يا مرشد، أنا ما جاي أسولف معك، أنا جايب لك الفلوس عشان أفك رهن بيت ومزرعة أبوي، وتقوم مع الحين مكتب الوالي علشان كل شيء يتم حسب القانون. وبديت تتكلم في القانون بعد يا ود سيف؟ لا تضيع الوقت يا مرشد، انا ما فاضل لك، انا ضروري ارجع مسقط اليوم. مرشد كذاك؟ ما في احترام شويه؟ على الاقل افكبر ابوك. وانت من متى كنت تحترم حد؟ اللي شويه قال استهدد في ابوي وما عشنا في قلق. لو سمحت قوم معاي الحين وجيب معك كل الأوراق اللي تدل على الرهن. اسمعني يا ولد سيف، مسألة الرهن هذه بيني وبين أبوك، والشيء اللي مكتوب عند الوالي إن أبوك متسلف من عندي فلوس وكاتب المزرعة والبيت باسمي لغاية ما يدفع اللي عليه، يعني تقدر تقول مسألة الضمان لا غير. يعني ايش بغيت تقول يا مرشد؟ بغيت أقوله إنك لا تجيب سيرة عند الوالي إن أبوك راهن البيت والمزرعة عندي، ولا ترابي يتضرر. وأنت من متى كنت تخاف على غيرك يا مرشد؟ أظني في هذه المسألة ما حد بيتضرر إلا أنت وبس. أنا أتضرر؟ وليش أتضرر؟ أسوي معروف للناس وأتضرر بعد؟ وهم اسمعني مثل ما خبرتك، لا تجيب سيرة في مكتب الوالي عن مسألة الرهن هذه أبدا. إلا بغيته بيصير يا مرشد، بس ضروري اليوم ترجع المزرعة والبيت عند أبوي مثل ما كانوا. زين، فلوسك جاهزة؟ لو ما كانت جاهزة ما كنت جيتك أساسا. هيا بحرص شوية أسكر دكاني وأجي معك. تفضل يا ابوي، امسك. ايش هذا يا غسان؟ خلاص يا ابوي، لا مرشد ولا غيره يقدر يهينك بعد اليوم. اريدك تمشي وانت رافع راسك يا ابوي، ما اريد الهم يزيد عليك بالليل ويذلك بالنهار. ما فهمتك يا ولدي، هذه اوراق ايش؟ هذه اوراق البيت والمزرعه يا ابوي. أنا خلاص عطيت مرشد كل فلوسه وما يقدر يطالبك بأي شيء بعد اليوم. يعني خلاص؟
مرشد ما يقدر يطلعنا من بيتنا يا أخوي؟ ولا اللي أكبر من مرشد يقدر يطلعنا من بيتنا، هذا بيتنا وبيظل طول عمرنا بيتنا. الله يبارك فيك يا ولدي ويعزك إن شاء الله وينصرك مثل ما نصرت أبوك وعزيته ووقفت معاه في محنته. أنا ما أخلص من أفضالكم يا أمي، أنتوا الخير والبركة، أنا لولاكم لا كنت ولا بكون. يا ريتك يا غسان ما دفعت الفلوس لمرشد. ليش يا أبوي؟ ما هذا اللي كنت تريده؟ صحيح يا ولدي، لكن عمك خميس نوبة متورط مع مرشد، وأنا وعدته أن أدفع الفلوس عنه، لأن سبب ورطة خميس هو أنا. كيف يعني؟ لأني كنت أريد أدفع الفلوس اللي أنت تجيبهن لمرشد، لكن خلاص كل شيء انتهى. هذا مرشد ورانا ورانا مثل العظم في الحلق. مرشد يا ولدي هدد عمك، يا إنه يرد الفلوس اللي عليه ولا يزوجه سلمة. يعني لو مرشد زوج سلمة حلمك اللي حلمته ما بيكتمل يا غسان. زين إيش المطلوب مني؟ المطلوب منك يا ولدي إنك تنقذ سلمة وتنقذ عمك مثل ما نقذت أبوك. بس كيف؟ كيف وانا توني ماخذ سلفة ومسدد دين ابوي؟ سامحني سامحني يا ولدي لاني حملتك هم وانت بعدك صغير، سامحني يا غسان. تحتاج حل. انا عرفت كل شيء يا سلمى، بس ولا يهمك، اريدك تطمني عمي ان مرشد ما يقدر يسوي له ولا شيء، وإن شاء الله فلوس مرشد بترجع له قبل نهاية فترة الرهن، ومزرعة عمي بترجع له مثل أول. صحيح يا غسان؟ صحيح يا سلمى، كل هذا بس عشان أثبت لك إن عمر المدينة ما بتنسيني القرية ولا فيها. أنت تغيرت كثير يا غسان. أنا حلمت ألف مرة وأريد أحقق حلمي ولو لمرة. أظن يا غسان إنه حلمك بين يديك، يا تريد تحققه أو تتركه. آه يا منى، معقولة؟ معقولة تعيشين بقلق طول هذه المدة؟ أتصل في المحل ما لاقيك، وعلى الموبايل ما لاقيك، وفي البيت بعد ما لاقيك. أنا بخير يا سميرة، والحين أقول لك على كل شيء. أرجوك أبي أعرف كل اللي صار وبالتفاصيل. مين كان يدوب الجرس يا إيمان؟ أنتي؟ هذا إيش يسويني؟ انتوا الظاهر تعرفون بعضكم زين. هذا المخلوق ايش يسوي عندك في البيت يا ايمان؟ لا يروح فكرك بعيد يا سميره، هذا عبد العزيز زوجي. وهذه سميره من اعز صديقاتي يا عبد العزيز. وما لقيتي حد تزوجينه غير هذا المخلوق يا لحظة لحظة يا سميرة، أنا لازم أفهم السالفة. خلي الأستاذ يقولك بالسالفة كلها. لا يا سميرة، ما تطلعين اليوم من هنا قبل لا أعرف منك كل شيء. الأستاذ عبد العزيز يصير أخو زوجي المرحومة باري. انت تعرفينه زين يا ايمان، تعرفينه زين. سميرة لا تظن لما رفضت الزواج منك انك قادر توصل لاهدافك عن طريق اي مخلوق. الشركة شركتي وبطل شركتي.
يعني ما اعطيتني الفلوس اللي طلبتهن منك يا مرشد، ولا مسوي نفسك نسيان؟ اي والله صحيح، زين ذكرتيني يا زكية، انا فعلا كنت نسيان. الفلوس موجودة، انا مجهزينها من امس. تعال تفضلي خذي هنا. ومدام مجهزين ليش ما تعطيني اياهن؟ ولا يعني لازم اجلس اقول لك مرة ومرتين وثلاث عشان انك تعطيني اياهن؟ لا ابدا، لكن نسيت. انا بس نسيت، راح الفلوس فلوسك ابوي، والاملاك كلها املاكك، انا مجرد وكيل عنك بس. الفلوس فلوس انا بنتي فاطمة، وانت لازم تعرف هذا الكلام زين. انا بس مستغرب، انت حاليش باغي 100 ريال هاي مرة واحدة؟ هو ذا اللي ناقص؟ تو الفلوس فلوسي انا، وجاي انت تسألني حال ايش اريدهن؟ ابوي خلاص خلاص يا كلمة، ردي مكانك. انا احسن لي ابوي اروح الدكان، انا كان لك عندي 4 صفقات تكسبك ذهب يا زكية. صحيح يا مرشد؟ صحيح، لكن للأسف كلهن راحل. ترى الناس باغية فلوس نقدا وأنا ما عندي أدفع. لو بس تفكر شوية في موضوع التوكيل يا زكية. تلف تلف وتدور على التوكيل، هذا بعدك يا مرشد. عمري ما أنسى اللي سويته فيني في المرة الماضية. الله أكبر عليك، أنا خارجة يا مرشد، وتجارتي بديرها بنفسي، وانت خليك بمشاريعك. يا فاطمة تعالبا، انا يا بنتي يا فاطمة، انا ما هين علي اشوفك كذاك. انت الظاهر ما واثقه في قدره عمك مرشد. هات انا وعدتك غسان ان شاء الله بيكون من نصيبك. صحيح يا عمي؟ اي نعم صحيح، وبتشوفي بعد. لكن انا بغيت اكلمك بموضوع ثاني، يعني لو قدرت تساعديني فيه بترجع الفائده لك ولامك. تفضل يا عمي تكلم، انا اسمعك. انت تعرفي يا بنتي انا تراني اتاجر في السوق، وأحيانا تلفاص كبيرة حال أمك وما نقدر نستفيد منها. مثلا يجينا واحد محتاج يبغى يبيع مزرعة ولا بيت ولا أرض، من يستفيد من هذه الأمور؟ يستفيد التاجر الجاهز اللي ما يفوت بيع، ما يصير كل مرة يشاور حال. بعدني ما أعرف إيش ذي تقول يا عمي. أنت تعرفي يا بنتي إن الأموال اللي تاجر فيها تراها أملاك أمك، ولولا يعني ما صارت أملاك أمك كذاك، وانا بعدني ابغاها تزيد وتزيد. بس تعرفي يا بنت انا ابغى دائما اكون متواجد في السوق. فهمني اكثر يا عمي. انا اللي ابغي منك يا فاطمه هو طلب صغير، لو قدرتي عليه اعتبري موضوع غسان منتهي. ابغيك بعد لا تنسي هاي الموضوع، ما ابغي حد يعرف عنه. انت الحين بديت تخوفني. لا تخافي يا بنتي لا تخافي، أنا بس بغيتك تقنع أمك إنها تعطيني توكيل عام عن جميع أملاكها. إيش؟ ترى أمك يا بنتي ما عارفة مصلحتها زين، دائما تضيع فرص تجارية كثيرة على نفسها، والسبب التوكيل، لا قادرين نبيع ولا قادرين نشتري. بس أمي رافضة من الأول إنها تعطيك التوكيل. بس أنا أريدك تقنعيها يا فاطمة، قنعيها. بس يا عمي هذا الموضوع صعب شوية. الموضوع بيكون سهل لو انت وافقت عليه، ولا انك خلاص هونت عن غسان. انا ما هونت عن غسان، بس غسان خطب بنت عمه. ايش؟ هذه اكيد سلمى خبرتك عن هذا الكلام، لانها عارفة انه ما تبغيك حاله. وهو متأكد انه يريدك انت ما يريده هي. هذا كلامها هي. يمكن يكون كلامك صحيح يا عمي، لاني انا ما سمعت هالموضوع الا من عند سلمى. على كل حال يا بنتي يا فاطمه، انت لا تشيلي هم غسان تو، خلي الامور كلها علي انا، بس ابغيك تنفذي كل اللي اقول لك عليه. Thank you.
أوف. وبعدين مع هذا الإنسان كل ما أرفع راسي أحصله جالس يشوف علي. أوه هذه ما صارت عاد. بس إيش علي مني؟ خلني في كتابي أحسن. سلامات. صار لك يومين غايب عن المعهد، وأول ما تي ما تشيل عينك عن البنية. إيش أسوي يا عبد الله؟ البنت جميلة ملامحها تشبه الرسام. لا تكون ناوي ترسمها بس. طبعا والحين بعد. يا خميس تريد تزوج سلمى لغسان بسرعة علشان تسكر علي وتخليني ما أقدر أسوي شيء؟ لكن من هو إذا ما بهذلتك ما أكون أنا مرشد. Okay, thanks a lot. That's all for today, and see you tomorrow. Hope so. شرفان شرفان، أما إنك صحيح فنان يا غسان. كيف قدرت ترسم هذه اللوحة في هالوقت القصير؟ الإعجاب يا عبد الله، الإعجاب يسوي أكثر من ذاك. هذه البنت رسخت في بالي. طيب إيش ناوي تسوي بالصورة؟ أعطيني إياها. لا هذه الصورة أنا بعطيها إياها هدية مني، إيش رأيك؟ نعم. أنت صاحي ولا مجنون؟ طبعا صاحي، وين الغلط يعني؟ بعطيها اللوحة والحين بعد. وبتعتقد اني راح توافق انها تاخذ الصورة منك؟ طبعا بتوافق، ايش قالوا لك يعني؟ زين واذا ما وافقت؟ هذا احتمال ضعيف جدا، انت بس اجلس وشوف. شوف الموقف بنفسك وحكم. لا حبيبي انا ما احب اكون في المواقف، خليني انا بطلع وبرجع لك بعد شوي. على راحتك. صباح الخير. صباح النور. في الحقيقة أنا كنت جالس هناك في هذا الدرج، وأنت جالسة هنا في هذا الدرج. زين وبعدين؟ وبعدين؟ لا يعني بس المشاعر. نعم أقصد الجمال. أقصد أنا في الحقيقة أنا لما شفتك ما قدرت أتمالك نفسي فرسمتك، يعني أرجو أنك تقبليها مني. من طلب منك أنك ترسمني؟ من سمح لك أنك ترسمني؟ ها؟ يا أخي تريد ترسم عندك الطبيعة ارسم منها اللي تريده، أما بنات الناس ما لعبة ترسمها أنت. طيب ممكن نتفاهم بهدوء يعني؟ ممكن ما في بيني وبينك أي تفاهم، أنت بأي حق رسمتني؟ يعني أنا ما قصدي أي شيء غلط. أنا
أنا بصراحة معجب بجمالك و... تحماديت كثير وقليت أدبك، لكن أنا أعرف كيف أوقفك على حد. يا الله إيدها قوية. ها غسان، إيش صار؟ أشوف البنية طالع معصبة. ما صار شيء، أنا أخذت النصيب زين زين. يدها قوية. ايه وتسوي انت هني؟ مو تسوي انت اللي مو تسوي هني؟ مو جايب انك في مزرعتي. انت ايش اللي تسوي في مزرعتي؟ انا اريد اجيب واحد ثاني يشتغل مكانك في المزرعه. انت ما مال شغل الحين عاد، خلاص شيبت ما قادر تدير بالك على المزرعه. لكن عاد ما انسى العشره اللي بيننا، وما انسى اني بغيت اتزوج بنتك واشامجك علشان اقوي العلاقه اللي بيننا، لكنك وروحك رفضت. اسمع يا مرشد، اذا ما طلعت من مزرعتي تراك بتشوف شيء ما شفته بحياتك. يعني ايش يا خميس؟ بتضربني مره ثانيه؟ بتسوي مثل ذيك الليله؟ يكون في علمك انا وحدي سكت على السالفه هذه، ولا كان الحين زمانك انت في البخار خايس هناك في السجن. ما قلت لك انك ما تهون علي؟ جاينك انا جاينك. تعال زين، خايفان منك انا ولا كيف يعني؟ ولا انا خايفان منك يا مرشد بعد. جاي اصبر الله حرسك. انا قلت لك اطلع من مزرعتي، اطلع من مزرعتي. لو ارتفعت ايدك علي مره ثانيه يا خميس انزل لك اياها الارض بهالعصا هذه، انت فاهم؟ جاي تهددني في مزرعتي يا مرشد؟ اقول لك اطلع من مزرعتي، اطلع من مزرعتي. مو هناك خميس، مو هناك. تعال ابوي، تعال طلع هذه العافه من هني. جاي يهددني في مزرعتي. جاي خميس جاي. يا خميس انا ما جاي اطلب منك شيء غلط ولا حرام لا قدر الله، انا جاي اطلب بنتك على سنة الله ورسوله، وبعدني مصر على كلامي. صدقني ما تهون علي تتبهدل في المحاكم. محاكم؟ على اي محاكم قاس انت تتكلم؟ المحاكم الشرعيه اللي تثبت حقي عندكم. اسمعني، ايه اسمعني يا ابوي، اذا كنت تتكلم عن المزرعه فعن قريب ان شاء الله اخوي سيف بيدفع لك كل الغوازي اللي علينا حالك. نعم. وبنفك الرهن. لا، وبنزيدك من الشعر بيت بحت عن قريب باذن الله تعالى بالعزمك لزواج سلمى وغسان. والحين يلا با، يلا ابوي، ما انا بنشوف رقعه وجهك. اطلع برا 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 برا. اسمعني، ذاك زمان يوم الاخو ينفع اخوه والجار يساعد جاره، اما الحين اللهم نفسي ايه، اخوك سيف طرش ولده غسان ودفع عنه كل شيء وسدد اللي عليه، ولسه كان هو عدنك بشيء نسى حيده. هذا الكلام صحيح يا سيف ولا انا غلطان؟ اسمع، الشيء اللي بيني وبين اخوي ما اريدك تتدخل فيه بتاتا يا مرشد. ما هذا اللي صار ولا بعد بتكذبني؟ خميس دير بالك من هذا الانسان، هذا يريد يخلق الفتنه بيني وبينك، يريد يفرقنا. لكنك وعدتني يا سيف يا اخوي، ولا باغي تتخلى عني الحين؟ عفا عليك يا خميس، انا مستعد ابيع بيتي، ابيع مزرعتي وابيع نفسي الا حد يفرقنا، الا حد يفرقنا. انا الحين بسير عنكم
وبخليكم تتفاهموا مع بعض. لكن لا تنسى موضوعي يا خميس، أريدك تكون جد لأولادي، أبغاك تكون أحبابوتهم. آه من ظلم الليالي والقدر فقري معاناتي، جبروت ظالم علي اقتدر محتار في أمري. خميس، خميس يا أخوي، لا تخلي هذا الشيطان يتدخل بيننا، احنا طول عمرنا أخوة إيد واحدة. أخافك تكون نسيتني يا سيف يا أخوي. يا خميس كيف يعني؟ بس يا خميس يعني ما دام المسألة فيها بس، أكيد مرشد على حق. وصحيح يوم يقول المثل إذا سلمت ناقتي. جيت من المزرعة من الوقت. مرشد يريد يسوي مشكلة بينه وبين أخوي خميس، وأخاف خميس يصدق هذا الشيطان. إذا ما صدق الحين صدق بكرة. أنت تعرف أنه معتمد على الفلوس اللي يجيبها غسان عشان أدفع لمرشد وأفك رهن مزرعة خميس. لكن غسان الله يهديه صار لمرشد ودفع له الفلوس عشان يفك رهن بيتي ومزرعتي. بس غسان ما غلطان في شيء ابدا، لانه ما يعرف عن مشكله عمه. والحين عرف، لكنه ما يقدر يسوي شيء. انا ما الوم غسان، بس يا حفيظ المشكله عندي انا الحين. زين الحين انت ايش ناوي تسوي؟ يعني لو كنت عارف ايش اللي ناوي اسوي كنت جلست هذه الجلسه. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. كل ما تجي يوم تزيد مشاكلنا وتتعقد أكثر من الأول. والسبب كله من هذا المرشد. متى بس نتخلص من هذا الإنسان؟ بس أنت لازم تكون مع أخوك خميس وتحاول تفهمه الحقيقة، بدل ما يجلس مرشد يترسل راسه كل شوية وانت عارف نيته زين. الله يا سميرة، تسكر التليفون في وجهي حتى ما طايقة تسمعي صوتي. ما عليك مني يا إيمان، أنا بخليها تيجي تعتذر منك وتندم على كل اللي سويته معك. لا لا يا عبد العزيز، أنا ما أريد علاقتي بسميرة توصل لهذا الحد. أنا وهي أكثر من خوات، أنا لازم أفهمها اللي صار. سمي يا إيمان، أنا ما أريد سميرة تكون مشكلة بيني وبينك، وإحنا لازلنا في بداية حياتنا الزوجية. أنا ما قادرة أصدق اللي صار، ما قادرة. يا سميرة لا تنسي وترد على التليفون، خليه يرن لغاية ما يشبع. هاي الشركة مكتبي فوزية. بس الشيء الأكيد إن إيمان ما تعرف إن عبد العزيز يصير أخوه أبو أمين. ممكن أعرف ليش قاعد تتهرب من الإجابة؟ ليش ما تخبرني الحقيقة من اللي سويت كذا في وجهك؟ سميرة ترى أنا قلت لك إن أنا تهاوشت اليوم مع واحد في المعهد. بعدين خلينا من هالسالفة، خلينا بسالفة إيمان أحسن. أنت خبرتيني إنك دائما تكلميها وبكثرة عن عبد العزيز، وإنها تعرف كل المواقف اللي تصير لك معها. بس أكيد إن عمرها ما شافت عبد العزيز، ولما تزوجته أكيد كان عندها ظروف، وإنت ما خليتيها الله يهداش ما خليتيها أبداً تشرح لك موقفها. لكنك أنت ما خبرتني سبب النزاع اللي دارت بينكم في المعهد، وأنا أقول أكيد عشان بنية. سميرة الله يخليش، لا يروح تفكيرك بعيد.
بعدين الله يخليش خلينا نتغدى. غسان هذه هي الحقيقة وانت ما تبي تخبرنا. أي حقيقة؟ أي حقيقة؟ الموضوع ما يستاهل منك كل هذا التفكير. غسان أنا خايفة عليك. أنا أقول من هذا عديم الضمير والإنسانية اللي سوى في وجهك كذا؟ أنا ما طفل صغير عشان تخافي علي كذا. وبعدين لا تعامليني كأني طفل. لا تنسي إن أنا زوجك. وعشان هذه الكلمة الحلوة تغدى وما راح أسألك مرة ثانية. أنا الحمد لله شبعت. الحين أريدك تكلميني عن عبد العزيز. تبقى في نفس الزمان تفقد الأمان.